يستحب للداعي أن يبدأ دعاءه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يستقبل القبلة، وأن يرفع يديه في الدعاء إلى السماء، وأن يدعو الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن أنس بن مالك أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة ورجل يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وهذا بالنسبة للاسم الذي له تابع. أما بالنسبة للأسماء المفردة فاسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله بلا خلاف. ويستحب أيضا يا أحبابنا أن يختم دعاءه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن أسباب استجابة الدعاء أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلالا.